رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان. وصلنا لفقرة قراءة وتحليل لأهم الأخبار على موقع شروق نت. صباحا داخل الاستوديو معنا الأستاذ بليغ حسب الله رئيس تحرير الشروق نت أو موقع شروق نت. أهلا بك أستاذ بليغ، صباح الخير عليك. صباح النور، بارك الله. الله يخليك. نبدأ أولى الأخبار. وموازنة 2020 تقترح رفع دعم المحروقات ومضاعفة المرتبات. عقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس المجلس دكتور عبد الله حمدوك، وخصص لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020. وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح إن الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة ومضاعفة الرواتب. وأوضح صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، وقال إن الحوار حول الميزانية ما زال متواصلا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم باعتباره الموضوع الأساسي. وأكد الوزير أن الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، موضحا أن ذلك سيقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلا عن الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج في المستشفيات الحكومية. وقال إن اللجنة الوزارية المصغرة ستعقد اجتماعا مساء الأحد ويوم الاثنين للوصول إلى خيارات التدرج في رفع الدعم، مبينا أنه ليس هنالك اتجاه لرفع الدعم عن الخبز في ميزانية العام 2020. وأشار وزير الإعلام إلى أن مجلس الوزراء قرر بأن تطرح هذه القضايا لحوار مجتمعي مع القطاعات المختلفة من الشعب للاستماع إلى الآراء حولها، كما سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات حتى يرى المواطنون الخيار الأكثر مقبولية. وأعلن صالح أنه من المتوقع أن تبدأ أجندة الحوارات المجتمعية اعتبارا من يوم الاثنين اليوم في قطاعات مختلفة. قراءتك أستاذ بليغ لهذا الخبر، يعني نتكلم عن رفع دعم المحروقات ومضاعفة المرتبات وكثير من يمكن الأشياء والخيارات ممكن تكون هي جيدة بالنسبة للمواطن باعتبار انه كان يعاني وما زال يعاني حتى الان. يعني تفضل. والله اعتقد انه ما زال التحدي الاقتصادي ماسل وغايم امام الحكومة الانتقالية التي تواجه تحديات اخرى كثيرة، من بين بالتأكيد التحدي الاقتصادي، وهذا هو جزء من مقترح الموازنة 2020 التي تأخرت كثيرا في موعد إجازتها حتى الآن. وأعتقد أن السبب أن وزارة المالية الترتيب لم يكن جيدا هذه المرة كما كان في السنوات السابقة، لأن وزارة المالية تحدثت في البداية عن أنها الموازنة تم توميلها من أصدقاء السودان، ومؤتمر أصدقاء السودان تحدث في نهايته الذي انعقد أخيرا في الخرطوم، تحدث في نهايته أنه سيكون هناك مؤتمر للمانحين في شهر أبريل المقبل، يعقد في شهر أبريل المقبل. المؤتمر ينتظر أن تقدم فيه الدول والهيئات دعمها لحكومة السودان. أعتقد وفي الأخير أن وزارة المالية لجأت للخيار أصلا كان موجود من الأول، وهو خيار رفع الدعم عن المحروقات، وهذا الخيار هو السبب الأساسي الذي تسبب في الاحتجاجات منذ عام 2013. الحكومة النظام الرئيس المخلوع كانت قد رفعت الدعم عن البنزين والوقود في عام 2013، وتسببت في احتجاجات واضطرابات سقط فيها عدد كبير من الشهداء كما هو معروف ومعلن، نتمنى لهم الرحمة. واستمرت الأوضاع في من سيء إلى أسوأ إلى أن اندلعت ثورة 2019 في يناير 2019، واستمرت إلى أن تم اختلاع النظام من جذوره. إذن التحدي الأساسي والرئيسي الذي
تسبب في الاحتجاجات كان هو سبب اقتصادي. الحكومة الآن مواجهة بوضع صعب جدا، نتمنى أنه ان تتداركه في الأيام المقبلة، لأنه رفع الدعم سينعكس على الكثير من السلع وسلع الخدمات وغيرها، لأنه بيدخل في مسائل كثيرة مثل الترحيل وغيرها. يعني أنا الوزير بيتحدث عن أنه لن يتم رفع الدعم عن الخبز، اعتقد أنه رفع الدعم سينعكس على أسعار الخبز. بالفعل الآن الآن العاملين في صناعة الخبز والتجار يشكون من انه الدعم انه الامر غير كافي، وانهم هم محتاجين لزياده الاسعار. وهذا الامر ظل منذ فتره طويله جدا انهم يتحدثوا عن لابد من زياده اسعار الخبز ورفعها، وبالفعل كان تم رفع الاسعار في مع بدايه الثوره وفي عبرة وفي بعض الولايات والتي انطلقت منها شراره ثوره ديسمبر. نعم، يمكن هو الوزير او الوزير ذكر بانه الميزانيه بتقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين تدريجيا، يعني عايزين نعرف يعني ما الفرق او بصوره تدريجيه، ما الفرق بصوره تدريجيه او غير تدريجيه، بالاضافه لانه هيقابل مضاعفه للمرتبات، المرتبات هتكون مجزيه الى هذه الدرجه للتعويض يعني، واضافه الى كده زياده الانفاق على التعليم والصحه بتحقيق مجانيه التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكوميه في ظل المستشفيات تعاني من عدم كوادر، من عدم امكانيات وغيرها. تفضل. اعتقد انه هو سيبدا تدريجيا، ما يقصد حسب اعتقادي انه يقصد انه تدريجيا سيبدا برفع الدعم عن البنزين اولا، و مثلا بجدول معين، ليس لن يتم رفع زيادات في الاسعار بالتدريج للبنزين يعني. ومن بعده اعتقد انه سيبدا التدريج ايضا في الجازولين الى ان يصل الذروه وسعر محدد مع نهايه حسب ما تم تسريبه مع نهاية شهر يونيو القادم سيكتمل رفع الدعم عن البنزين وعن الجازولين. بالنسبة لمجانية التعليم والصحة في وضع يمكن المستشفيات تعاني يعني. نعم، الوضع الآن الوضع الصحي أصلا متدني جدا، وتسبب فيه النظام السابق في بعض المستشفى في كثير من المستشفيات العاصمة. الآن مستشفيات العاصمة مع مشاكل الكثيرة تعاني من حرق من قدوم الكثير من المرضى بأعداد كثيرة جدا من الولايات، لأنه الخدمات في الولايات وصلت مرحلة في كثير من الولايات وصلت مرحلة يرسى لها، لذلك الضغط كثير على المستشفيات في العاصمة. الأمر يحتاج إلى عمل كبير جدا في قطاع الصحة، رغم أنه الإشراقات اللي بدأت من وزير الصحة بالتحديد في عمليته للانفتاح الكبير على المنظمات العالمية ومنظمات الأمم المتحدة لتساهم في دعم القطاع الصحي. اتمنى ان يتواصل في هذا الامر، وان يتواصل في مواجهه التحدي الصحه عامه، لانه الوضع معروف للجميع. نعم. يعني اي زول يزور اقرب مستشفى حكومي في العاصمه الخرطوم، نترك الولايات جانبا لانه الوضع فيها اكثر سوءا يعني. اتمنى يعني يتم العمل على المستشفيات وعلى ايضا قطاع التعليم. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، المدارس الحكوميه وصلت نوع من التردي المريع جدا في كثير من بعضها توقف في كثير من الولايات وفي الخرطوم ايضا، ونفس الشيء ينعكس برضو. الوضع يحتاج الى مراجعه ويحتاج الى ترتيب في قطاع التعليم الخاص برضو، حدث ولا حرج في الأزعار وغيرها، كله صحيح. كله يغني على ليلى.